فاطمة سليمان. أنا كان ليا الشرف أن أنا أبتدي في فابريكا من 3 سنين. أنا بغني من وأنا عندي 10 سنين، وابتديت يعني very weird story، بس قابلت هاني مصطفى وهو في حفلة، وهو اللي نصحني أن أنا، قال لي لازم تروحي فابريكا تدرسي هناك، وأنا أوريدي كنت بغني. وفعلا عملت audition مع دكتور نيفين، ومن ساعتها الدايركشن بتاع حياتي اتغير تماما من ساعتها. وانا بس انت دراستك دراستي جرافيك ديزايننج. انا بدرس ملهاش علاقه بالغنى ولا المزيكا. ملهاش علاقه بالغنى ولا المزيكا. المفروض ان شاء الله ابتدي دراسه المزيكا بعد 10 ايام في اسكتلند. المفروض ان انا مسافره ادرس اوبرا. بالتوفيق. بالتوفيق. نفس الكيس بتاع جورج، انت صوتك وادائك يستاهل ويستحق انه يعني يدعم بدراسه، لانه مكانك على المسرح كان مالي مركزه يعني. شكرا جدا. شكرا. واحنا اسكتلندا منحه ولا منحه؟ نفس المنحه. بكمل الفاصل. ده جورج اثر في حياتك جامد جدا. هو نفس المكان. نفس كل حاجه. دي احلى حاجه على فكره. بالتوفيق. بالتوفيق. احكي لي عن الشخصيه اللي انت بتاديها في المسرح. انا كنت الاول كان باوديشن اوريدي شخصيه ثانيه موجوده في المسرحيه، كانت شخصية إيبونين، which is برضو من الشخصيات اللي أنا كان نفسي برضو أعملها جدا. بعدين thankfully بعد نقاش ما بين المخرجين العظماء ودكتور نيفين لقوا مكاني أن أنا أعمل فانتين مع نسمة. طبعا كان تعلمت منها كتير، وفي فترة قعدنا ندرس الشخصية مع بعض لغاية اللي احنا وصلنا له ده. هي very يعني عايزة أقول إيه، very فولنربل، شخصية كده وطيبة قوي، والدنيا دست عليها. هي بتمثل البؤس في كل حاجة على ما أعتقد. عارفة يعني هو الشخصية اللي في الرواية دموع يعني الناس تعيط عليها. يعني وهي على ما أعتقد الباك جراوند بتاعتها عدم إن هي ما كانتش متعلمة قوي، فمخليها ده نايف شوية بالحياة اللي هي وصلتها للنهاية. بائسة. البؤس ما بينقش. لا تعليم ولا بتاع. هو يعني اللي بيتكعبل بيقابل البؤس ده. مش علاقه. بس وهي حياتها كانت منتهى يعني. هي حياتها كانت كوزات ان هي تقدر تحميها، وان هي توفر لها يعني كل السبل ان هي تصرف عليها. طب هسالك سؤال شويه محرج. قد ايه كنتي يعني قلقانه انك بتعملي نفس الدور؟ لا مش محرج ده يعني برضو انا بتكلم على الموضوع ده. لا ده كان في ده يعني لا كان شيء موتر جدا في الاول طبعا. اول ما دكتور قالت لي اللي هي كنت مع نسمة، واللي هو هنعمل احنا نفس الدور، كنت بروح لهم بعيط يا ماما. ده كان لا يعني هي نسمة تشالنج. طبعا يعني اسم. لا انا عارفه انك نسمه. انا عارفه بس لا حقيقي انت تخضي على المسرح يا نسمه. انت امكانياتك الصوتيه كل الناس عارفاها، بس مش كتير شافوكي على المسرح بتمثلي وانت بتغني يعني يا ماما. لا فهو يعني مش محرج خالص. هو فعلا كان في الاول كان مصدر توتر كبير جدا بالنسبه لي، لان هي شخص اي لوك اب تو فور يعني، او اي لوك يعني اي ستيل لوك اب تو فور فيري لونج تايم. من طلعي اطلع ليه من زمن طويل قوي، وعارفه ان هي تلميذه دكتور نيفين من زمان، وكان يعني طول عمري كان من احلامي اللي هي اوصل اتمرن مع دكتور نيفين، ودايما اقول نفسي ابقى زي الناس محجوب. ففي يوم من الايام ان احنا نعمل دور مع بعض، دي كانت حاجه كبيره قوي طبعا بالنسبه لي. جت تحول حلمي لعار.
المتوسط الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.